مقطع أخبار جديد. خلونا نرجع للمقدمة القديمة من باب التغيير. يعني الخبر الأول اللي عدنا عن أنس الشايب وعن أغنيته الجديدة بحيث أعلن عليها بحسابه بالإنستغرام. نزل هذا الستوري اللي كان كاتب فيه: بعد تعب أسبوع راح تنزل قريبا أغنية راح تكسر الدنيا فيها. وحسب ما أتوقع أنه الأغنية حتكون بدون بيسان إسماعيل. وبهذه الحالة أنس الشايب ينضم لمجموعة اليوتيوبر اللي راح يسوون أغاني هذا الشهر. صراحة فعلا صاروا كثار، ما أدري إذا نسيت أحد. المهم اكتبوا لي بالكومنتات هل تتوقعون الأغنية حتكون نار أو حتكون ديس تراك على الشخص اللي ببالنا. هذا أول مرة راح نسمع أغنية طبعا لأنس الشايب، فإن شاء الله تكون نار وموفقة يا أنس. الخبر الثاني اللي عدنا عن هدي المرئي، والخبر حزين بحيث هدي نزلت بحسابها بالانستغرام هذا البوست اللي كانت كاتبه فيه: توفي الى رحمه الله والدي الحسين المرئي، دعواتكم وصلواتكم، فالله يرحمه ويجعل مسواه جنه، ادعوا لها بالكومنتات حبايب وبس. فاتوقع انه هدي راح تقطع اليوتيوب بالفتره الاخيره، فحبيت اقول لكم الخبر بالنسبه لمتابعيها عمود يعرفون ليش هي راح تغيب الميعرف. الخبر الثالث والاخير اللي عدنا عن مرسال وبيسان اسماعيل. بعد الدراما اللي صارت بيناتهم بالفتره الاخيره، فمرسال قرر انه يترك مدينه برلين ويروح المدينه اللي اخي يصور بيها بعد ما بيسان جت عليها. بعدها نزل هذه الستوريات اللي تكلم فيها انه هو بلش تصوير الفيديو كليب، وبنفس الوقت صار يهدد انه الفيديو كليب راح يكون فيه طير كثير جبهات، وبنفس الوقت حيكون فيه قصف. فراح احط لكم ستوريات على ما تفهمون اكثر. يا حبايبي شو الاخبار؟ عم صور فيديو كليب بس ما راح احط وين، لو بخاف كمان في ناس يصوروا مكان ما صورت مثل اول مره. هسه هاي المره لا، راح اصور الكليب بس راح يكون احلى وراح يطير فيه كتير جبهات، وانا ماني مسؤول، بس انا اللي بتجي على مقاس وخليه لبسة، وانا بحكي كلمه بعرف شو عم احكي، يعني خلص ما حاكي كثير وكثر حكي لانه حكيت. بس هاي المره غير، هاي المره راح وبس. والله هذه من الاخبار اللي عدنا. راح اعطيكم خبر شوي على السريع واللي هو عن بيسان اسماعيل، بحيث نزلت بحسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كانت كاتبه فيه سون اللي هو فيديو كليب مالتها قريبا وكانت تمنتجه. وبس والله هنا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم تحطون لايك وتشتركوا بالقناه تقديرا للتعب. وبس كان وياكم فهد زي مخلص مملكه القصص، ومع السلامه.